الآن نتحدث عن برلمان له مقاعد، له حصص، له ترتيبات. أنت مسؤول وأنت قيادي وأنت كادر في القوات اللبنانية، اعطينا معلومة، من سيتحالف مع القوات اللبنانية في وجه يعني المنافسة السياسية مع حزب الله؟ اعطيني معلومة. القوات اللبنانية هي حليف طبيعي لحزب الكتائب في المجلس النيابي، طيب، للنائب بشان معوض في المجلس النيابي، للنائب نعمة إفران في المجلس النيابي، للقوى السياسية والتغييرية التي فازت في المجلس النيابي، للواء ريفي وأولهم اللواء ريفي. التغييريون معكم؟ التغييريون معكم؟ التغيير ليس المطلوب أن يكونوا معنا أو نكون نحن معهم، المطلوب أن نكون كلنا إلى جانب بعضنا بعضا باتجاه واحد، تسليط الضوء على كل هذا الفساد القائم في لبنان، وأن نتمكن من الحكم وأن نحكم معا. نحن لم ندخل مجلس نيابي لكي نعارض، لبنان لا يتحمل طرف المعارضة وطرف التمريك على بعضنا بعض. الناس في لبنان تموت من الجوع، الناس في لبنان لا كهرباء لديها. نحن اليوم نقنع كل من حولنا بأن نحكم نحن، بأن نتمكن وإياهم من أن ندخل الحكم، لنحكم على قاعدة الإصلاح، ولكي نحكم على قاعدة تحدي سلاح الاغتيال السياسي في لبنان، سلاح حزب الله، سلاح إرهاب 7 أيار، سلاح حزب الله. هذا السلاح الذي انغمس بحروب المنطقة وأقفل أمامنا أبواب صادراتنا وعزلنا عن كل العالم، هشل من أمامنا الاستثمارات وهشل أمامنا السياح. أي خطاب أريد أن أغيره قبل الانتخابات وبعد الانتخابات؟ ليش لبنى بلد أصلا بوجود سلاح حزب الله؟ أعرف أنني لن أتمكن من أن أفك من اليوم ترسانة صواريخه، وإنما أنا أحكم وأضع كتفي وأضع نعشي على كتفي، سأحكم بمواجهة هذا السلاح ولن أتأثر بوهج هذا السلاح. في الماضي 14 أدار الماضية لم تتمكن من أن تحكم لأنها خافت من أن تحكم. اليوم القوات هي الكتلة الأكبر في الأكثرية الحالية، وقرارها بالمواجهة وقرارها بأن تحكم لو تمت تصفيتنا جميعنا نائب نائب، ليس لسبب، لأن لا تستقيم. البعض يقول حاوروا حزب الله، وحاوره على ماذا؟